روح يمسك واد، يمسك واد عمار. كف 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 معاك عاش ابو 23. سليم عندك الدنيا سليم جايين عليك. تعال يا تعال هو بس تعال بس خف واحد سمعتها وصلنا بأجل انا المشكلة نسيت. اوف وقعت لك اياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سليم من قناة سليم جيمر. جيناكم اليوم فيديو جديد من لعبة سكواد، فيديو اليوم من خريطة كوتا، طبعا خريطة جبلية. فمن الافضل ان الواحد يلعب بسكوبات او سنايبرات لانه بشكل عام ما فيها اشتباكات، يعني اشتباكات مباشرة او وجه لوجه. على اغلب الناس راح تظل مكمبرة وتضرب من بعيد، فمن الافضل انت تلعب نفس العملية. طبعا استلمت السنايبر دراجنوف الموجود عند المجاهدين، قدرنا نحقق اصابات، نجيب لقطات حلوه بالسنايبر من مسافات بعيده. ما راح اطول عليكم اكثر بالفيديو، لا تنسوا اللايك، اكتبوا لنا رايكم بالفيديو بشكل عام، وش الاكثر فيديوهات تحبوا، نمط الفيديوهات اللي تحبوها، سواء اليات او مشات او كوماندر او مثلا جيوش اللي تفضلونها اكثر وتحبون دائما نلعب بها. شاركوا الفيديو مع اصدقائكم ومشاهده ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الليدر بده حدا ينزل معاه يهاجم شو اسمه اذا بدك مع باب ايه سورينا من هذا سنايبر هين. روح يمسك واد، يمسك واد عمار. لا راح اروح ماكر بيتاو. يلا زين بس عطيني الانف الصحيح. هاب الانمي والله هذا المكان بعد مو متاكد يعني. السنايبر انا يب جنبه بس مو شايفني، راح اخذ ثاري واخيرا وشافني. لك صرف نزلته بس نزلني بواحد عندي يعني؟ انا بطلع اكتم صوتي باللعبة عندي. روح فين عندي يا شو اسمعني، راح اروح قبلك استطلع. اي هاي الطيارة على التاو، راح اروح قبلك استطلع. لا بعدين انت تعال. اي لا تضرب بس اصعد على السايق عشان تجي. يلا تلوك شوفوا سليم تلوك. والله الطيارة بيها صيد، بس المهمة اللي بدي الراديو. قتلوا اللي عند الفوب تبعهم. نزلت واحدة. اصعد سايق عشان تجي. صعدت. تانك على برافو تانك. من تقول لي تعال اجي. برافو مارك. انا لعن. والله حطيتها براسه. وين قتلك يا سليم؟ وحطيتها براسه. كف معاك عاش ابو 23. شق الطياره. سليم عندك الدنيا سليم جايين عليك. تعال يا تعال هو بس تعال بس خف واحد. شقيت سكواد ليد. يلا انزل جوا. ما عرفت بطل هذا اختفى هناك. اصبر لي حتى اروح. اكو رمي عليك والله يلعن امي السنايبر. انت هجمت على اثنين بالسكين خورت لو اني ما اعرف وين يضرب عليك. يلا ما بعرف وين. صلح باجل. سليم هنا سليم هنا على برافو جايين عليك يا عمري. بس انت شو تسوي؟ مهمتك تروح تدور الرابع. ما انا شايف على البرافو جبل بس. هذا عمار؟ تعال عندي يب يب صار. عمل ايه؟ صلح بسرعه يلا صلح. يلا يبي قدام عندك وين؟ دغري
ثواني مو هلا ترى هو شايفني سنايبر ها؟ مدري وين هو هذا هنا لا لسه بس خليه ياخذ سنم هنا طلع عليه وقعني جاب من ورا اي انا المشكله نسيت اي راح من بالي انه ولد كم واحد شايفه؟ يا اخي ذكرني كل اللي حط راسي والله عارف انا بكيفي بروحي نسيت بقى بي سنايبر على يسارنا مرك حط شارلي تبع تبعك على البرافو تقدر تقنصه هذا هو ما المسافه على البرافو المسافه 200 متر ماكو ما نحصل بعد عايش بعد عايش بس شوف بس كانه غيره هذا ضربت انزل 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 صار عيني اضرب انزل بعد 40 ثانيه يلا الله يخسر شغل عين بكسير حاول اشوف وين الراديو تبعنا عندي اذا بتحسن تحط اشاره بالخريطه هذا سنايبر مركوا عليه شباب انا معك سنايبر على طول على البرافو دغري على البرافو ان ذا 1 2 3 ارتفع شوي بليز كم 200 متر اور 300 سنايبر شقنا يا شيخ اوه يوز داون داون تمام تمام رصاصتين يا رجل لك الله حياك الله حياك هلا والله بيمان شلونك ذيرز مور لوك لوك ده حد جبل مليان جبل مليان شافون على مين يضربون هذا؟ 100 متر ايه اتركني شوي يامن استاق لك وين قاعد تحجب للحمام؟ لا قلتنا نوفل صوتك ليه؟ فاتحين بث يا نوفل ليش يجي صوتك داور؟ مفتوح اوف اوف سنايبر شلون راح؟ ما نصيح يلا شالوه كان هنا عندي في آلية على 91 ادري تطلع عصافير من عندنا طلعت جد صرتني 60 مره شايف حدا فيه احمد راح انزل على اي خذها قاتل فيها اوف فكرت علي وش ذلته؟ ابو الالي لبعيد لما رايك علي انت مين انت نزلت الهلي؟ اي انا نزلت انا كفو عاش سيدك والله جلدنا ابو الالي احمد عندك صوت عصافير مدري انتظرت لا يجي عندي ضرب دوره كامله هو جاء عندي عصافير ما شاء الله صوت نحيل حلو صوتك الحلو مقدم شكرا
برافو انمي. اللي في السكواد 2 في عنده انمي على برافو. فقعت لك اياه. لوجي لوجي. لوجي على برافو. مو شايف. هيا تعال برافو صار. هيا. صار شلون اللوجي. على برافو صار. عمري مليانين على برافو هون. غاردين غاردين انتبه ابو الالي تحالف علينا على الجو. يلا عالفخخ على درمياه. لا روح ضربتها الثانيه. بطل 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 بطل. زرعت عليه قنبلة. انسحب نزل نزل. هجم 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 هجم. تحتك تحتك انمي تحتك بالضبط. قتلته. شلته؟ ريبني ريبني. لك عار. راح تاخذ اعمى من الاليه يا رب يكون فيها اعمى عشان تتعامل معها. حقها بالمطار وقريب صاحبي بس ما بعرف. صار عندك 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 ايوه برافو برافو وراك صار. خليني اشوف هذا ايش؟ جماعتنا يم صار جنبك. عارف 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 مو قادر اضل. اقعد اذا بعده قل لي عشان اجيك بالمطار. بعد ما موجود هذا ثاني والله يحاول يلحقني يمكن اعتقد طفيت السياره خليته ينزل لحاله. هو جنبي جنبي سامع صوته. صارت عندك ما يعرف وين يضرب ما يعرف وين يضرب. ثالث يلا يلا فجرت التايرات عندنا فجرت التايرات. اوه راح يقتلني راح يقتلني. وينه بس اشهر لي عليه. هذا انت علي قتلني انت علي. رابع السايق السايق هنا. اضرب السايق اضرب السايق. عاشت ايدك هو التاير التاير انضرب تبعه. خلص سلاح. جيب امو جيب امو اضربه بعد. قعد التايرات انا اول ما ركزت على التايرات تبعنا فوق راح يطلع لي. اسمع صار جالي 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 اخش لين جالي. والله والله تفجرت والله تفجرت. لك عاش بطل عاش والله عاش مو سكواد طيب. كفو 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 كفو. كفو بالراجل كفو 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 اضرب اضرب. شقوا هنا شق. بعد في واحد موجود عندي. بس على كيف على كيف قاعد تساعد خليه هو يجي خليه هو يجي. شوف قول له قول سكواد 3 قول له على المرتفعات مريك على البرافو وقول له عسك قول له سكواد 3 خبرته خبرته احمد بياخذك تعال
صار وقت نغير مكان. شفني لا والله ما انكشفت بس اني خفت وصلت عشان سيف. سنايبرز كندي قريب علي ما ابي اعم لوجي على البرافو. ابو مصعب هذا ما حصلته؟ ابو مصعب حصلته في لوجي صارت على البرافو. انت سكواد 2 نقول سكواد 2 في لوجي عنده صارت يساره. خلص الجيم يجي